صباح الخير يا ريم، صباح الخير لك ولكل الزملاء من هنا من قلب القوقاز. يا سلام. هنا تقول الحكمة: من عاشر القوم 40 يوما صار منهم. لكن على ما يبدو أن قانون هذه الحكمة لا ينطبق على الداغستانيين. 40 ساعة بالتمام والكمال كانت كافية ليتحول مراسلكم مراسل صباح العربية إلى المراسل القوقازي. لن أبتعد بالحديث طويلا، سأحاول أن أكتسب الوقت قدر الإمكان في معلومات سريعة. داغستان أرض الجبال، منطقة هائلة فيها كثير من الأنهار، من المياه، بحر قزوين، موطن الكافيار الأسود، الكثير من الجمال متواجد هنا. لكن اليوم ريم لدينا ضيف من العيار الثقيل، تدعى زويا، معروفة بهذا الاسم تشونايفا. هي شخصية طبعا وعازفة موسيقية ومغنية، يمكن طبعا وضعها في مستوى واحد إذا ما تم مقارنة العالم الفني في العالم العربي والعالم الفني في داغستان وروسيا بماجدة الرومي، بميادة الحناوي، هي معروفة لهذه الدرجة. ستقوم اليوم طبعا بتعريفنا نوعا ما بالغناء والموسيقى الداغستانية، لذلك هذه الأغنية لكم ولمتابعينا. صباح الخير ريم.